فانا هضغط زائد واختار من هنا من كلمه زائد اختار كلمه منطقه محتوى، منطقه محتوى اضغط عليها كده فاقول لي انت عاوز تسمي ايه؟ حسب في ناس بتسميها المحتوى اهوت المحتوى، في ناس هتسميها دروس المكرر، في ناس هتسميها وحدات المكرر، براحتك انا هسميها وحدات المكرر، وحدات المكرر. طيب هنا طبعا لو انت ضغطت ارسال ما غير غير ما تحط علامه صح يبقى اذا الزرار اللي انت عملته كده الطلبه اللي عندك في المكرر مش هيشوفوه. طب هو بيدي لك الاختيار ده ليه؟ بيدي لك الاختيار ده لان وانت في مرحله التطوير مش عاوز الطلبه تشوف انت بتعمل ايه. امال انت خلصت المفروض الطلبه تشوف، احنا طبعا هنعتبر الطلبه وعاوزين الطلبه بتوعنا يشوفوا، فانا هحط كده عشان يشوفوا الزرار بتاعي ويدخلوا ويشوفوا المحتوى بتاعي. بحط علامه صح واضغط ارسال. فهو بيقول لك مكتوب موجود قبل كده، فانا هحط مثلا احط اسم ثاني اقول له ارسال. خلاص اهو عمل لك وحدات المكرره. انا باجي هرفعه فوق خالص، برفعه فوق بحط الزرار فوق كده عشان اول حاجه الطالب يشوفها هي ايه؟ يشوف كلمه وحدات المكرر. طلعها فوق كمان شويه، احطها تحت الايه؟ فوق كده اهو وحدات المكرر. يبقى الطالب اللي بيدرس ماده مبادئ الحاسب وتقنيه المعلومات عاوز يعرف وحدات المكرر يضغط على وحدات المكرر كده يلتقى الماده العلميه بتاعته هنا كده. الماده العلميه شرح مبادئ الحاسب وتقنيه المعلومات تجي له هنا كده. طيب بعد ما عملت هذا الزرار اللي هو زرار المحتوى هبدا بقى نركز بقى مع بعض كده نبدا نشتغل على ازاي برفع او اساليب او اساليب نشر المحتوى. هو انت بتقول اساليب يعني عندك كذا كذا اسلوب؟ اه طبعا. المحتوى يا جماعه المحتوى الالكتروني هو عباره عن ايه؟ المحتوى الالكتروني، المحتوى الالكتروني ممكن يكون نص، صوت، صوره، فيديو، لينك، معيار سكور، حاجات كتير جدا. ممكن يكون كيو ار كود، ممكن يكون حاجات يعني انا اساليب نشر كتير جدا. طيب في سؤال، وممكن يحتوي على عدد من الاشياء دي مع بعض، ممكن يكون يحتوي على صوت وصوره ونص وفيديو مع بعض كله مع بعضه في حاجه اسمها سكور او حاجه اسمها باكج. هنشوف كده الكلام كله مع بعض ونشوف الكلام ده ازاي بيتعمل. الناس اللي دخلت متاخر ما فيش مشكله، المحاضره مسجله، الجزء اللي فات ممكن تسترجعه تاني، واحنا لسه ما يعني لسه في البدايات، الموضوع بسيط خالص يعني. طيب هنبدا بقى على بركه الله. انا ضغطت على وحدات المكرر، المفروض الطالب يضغط على وحدات المكرر يجي هنا الماده العلميه بتاعتك او تخصصك اللي انت بتشرحه. هنا بقى يا جماعه هنركز على الزرار ده اللي هو ايه؟ انشاء المحتوى. ده لازم نفهمه او دوره كله الدوره بتاعت اليوم هتدور على هذا الزرار اللي هو انشاء المحتوى. طبعا انا بنشئ المحتوى باكثر من طريقه، عنصر، ملف، صوت، صوره، فيديو، ارتباط ويب، وحده تعلم نمطيه، خطه درس، منهج، ارتباط المكرر، حزمه سكور، مجلد، وحده صفحه الوحده النمطيه، صوره فليكر، سلايد شير، يوتيوب. ايه الكلام ده كله يا دكتور سامي؟ انت بترفع المحتوى بتاعتك او بتاع حضرتك بالاساليب دي كلها، وهناخد جنب الاساليب دي طرق اخرى لتطوير المحتوى، طرق اخرى لتطوير المحتوى. لو انا هفتح في الدوره دي ولا محتاج ست ساعات، لو انا هفتح في الدوره دي ولا محتاج ست، فانا هحاول ان انا اثبت معلومات ونختصر الموضوع بشكل لائق يليق بالدوره ان شاء الله. اول شيء انا ما باجي اعمل محتوى بيبقى قدامي طريقين او خيارين، لا اما اقسم المحتوى الى مجموعه من المجلدات او اقسم المحتوى الى مجموعه من الوحدات النمطيه. تاني يا جماعه نركز كده لان الكلام ده مهم جدا جدا جدا. انا بقول لو انا باجي اشتغل واعمل محتوى المفروض ان انا انظم للطالب المحتوى، مش معقول ان انا بدرس مثلا 10 وحدات، ال 10 وحدات احطهم في صفحه واحده، لا. انا بنظم له الوحده الاولى لوحدها، والوحده الثانيه بما تشمله من معلومات لوحدها،
الوحده الثالثه بما تشملهم المعلومات لوحدها بطريقه ديت بتبقى عمليه منظمه. الطالب بيبقى عارف ان هو عنده مجموعه من الوحدات بيدخل على كل وحده وبيدخل على الوحده ديت يتعلم ويفهم او يقرا الماده العلميه ويختبر عليها ويشوف الانشطه عليها. الكلام ده كله بيبقى في مكان واحد او جزئيه واحده. يبقى تاني عندي طريقين، لاما اشتغل، وده الخيار ده بيرجع لكل عضو تدريس. في ناس بتحب تشتغل بمجلد المحتوى، في ناس تقول لا انا بحب الوحدات التعلم النمطيه. الطريقه اللي تعجبك، سواء الطريقه دي او الطريقه دي استخدمها. طيب هنبدا نشرح واحده واحده كده. ابدا اشرح واحده واحده. انا هشرح الاول مجلد المحتوى، ده طريقه لتنظيم المحتوى داخل المقرر الدراسي. وبعد ما اخلصها هشرح ايضا طريقه وحده التعلم النمطيه، ايضا دي طريقه اخرى لعمليه تنظيم المحتوى داخل المقرر الدراسي. طيب هبدا الاول المحتوى او مجلد المحتوى. عشان تتخيل المنظر انا هفتح مقرر تاني كده معمول الجامعه عاملاه، عشان تتخيل الناس دي شغاله ازاي ونظمت المحتوى بتاعها ازاي. يعني ده مجلد او بنسميه مقرر تم انتاجه من قبل عماده التعلم الالكتروني مع القسم العلمي في كليه تطبيقيه. في الكليه التطبيقيه عملوا حاجه اسمها المحتوى اهوت، وجم نظموا الماده العلميه كده اهوت، نظموا الماده العلميه في صوره ايه؟ فولدر اهو، فولدر مجلدات. الوحده الاولى في مجلد، الوحده الثانيه في مجلد، الوحده الثالثه في مجلد اهوت. فالطالب بيظهر قدامه الماده العلميه بهذا الشكل، المحتوى بتاع الماده العلميه بيظهر في هذا الشكل. يبقى الطالب ما بيجي يدخل على المحتوى او وحدات المقرر او دروس المقرر بيلتقى متقسمه كده، وحده اولى في مجلد، وحده ثانيه في مجلد بالطريقه دي. طب يا دكتور سامي انت هتشرح لنا الطريقه دي بتتعمل ازاي؟ ايوه هشرح لك الطريقه دي بتتعمل ازاي، وبعد ما اخلص الطريقه دي هعلمك ايضا الطريقه الثانيه اللي هي طريقه الوحدات النمطيه بتتعمل ازاي. طيب نبدا على بركه الله نشوف طريقه المجلدات بتتعمل ازاي. قبل ما دخل في المجلدات عمل حاجه اسمها ايه؟ تعليمات. تعليمات خاصه بايه؟ خاصه بهذه الوحدات. التعليمات هتتقى الرمز بتاعها يختلف شويه عن المجلدات. ده مجلد، ده صورة مجلد، أمال ده مش مجلد، ده حاجة اسمها عنصر وهنشوفها مع بعض دلوقتي. طيب نبدأ على بركة الله ونبدأ ننظم شغلنا. هروح أنا على كلمة إنشاء مجلد واختار مجلد المحتوى وأبدأ أقول له الوحدة الأولى، أسمي كده الوحدة الأولى أهو. الوحدة زي ما هو عامل بالظبط، الوحدة الأولى. ده مجلد للوحدة الأولى. الوحدة الأولى لو أنت عارف عنوان الوحدة يكون أفضل، بدل ما تقول الوحدة الأولى وتسكت، مثلا تقول مثلا مقدمة عن الحاسب. أنت الوحدة الأولى مقدمة عن الحاسب، عاوز تحط لها لون معين تقدر تغير لها لون بحيث كل وحدة تبقى بلون معين، مثلا الوحدة دي تخليها مثلا باللون الأزرق أو دي بالطريقة ديت براحتك. تمام ده بالنسبه لموضوع بقى طبع كده اهو بتحول للون ازرق. طيب عاوز تحط هنا بنحط ايه بقى يا دكتور سامي؟ انت لو انت لاحظت هنا انا حطيت هنا عنوان الوحده وحطيت هنا اسم للوحده. طيب قبل ما الطالب بيدخل للوحده، قبل ما الطالب يدخل للوحده انت لاحظت حاجه هنا؟ هنا فعلا عامل عنوان للوحده وحط اسم للوحده، بس قبل ما الطالب يدخل الوحده بيطلع على الاهداف، اهداف الوحده. وحده في ان شاء الله الاسبوع القادم هيبدا الشهادات الاحترافيه هنعلن عنها، ومن ضمن الشهادات الاحترافيه في شهاده اسمها شهاده ضبط جوده المقررات، مده الساعات بتاعتها 35 ساعه من ضمنها بيعلمك. انا بدي ثلاث ساعات كده مختصرين وديتهم الاسبوع اللي فات،
بدي لك 35 ساعه ازاي تبقى محترف وتعمل مقرر مضبوط الجوده كامل.